تلميذ ضابط صف السنة الثانية نرد يلعب بوب تخصص ميكانيك على مستوى البخارة. مني ساليت الفترة ديال التجنيد ديالي عطات لي البحرية الملكية، قلت لهم أنا عندي شهادة الصناعات الميكانيكية ومن ثم تم تلقائي باش نكون ميكانيسي ديال السفينة. علمونا بزاف الحوايج على الموطور على لي كومبريسور، قراونا الرياضيات، قراونا الفيزيك، عاودوا معنا كل شيء. من بعد ملي تناخذوا شي نظري تمشيو تنديروا تطبيقي، من بعد تنجيو للباطو فين كنطبقوا الشيء اللي قرينا تما في السنتر. هنا فين كنراقبوا الموطور ديالنا البابور والطريبور، وهنا عندنا الاعدادات ديال الضغط والحراره، ودائما تكونوا على اتصال بمركز المحركات اللي كيعلمونا باي طارئ ولا عطب على مستوى المحركات المساعده ولا الرئيسيه. مازال تابعنا واحد الشهرين ديال التدريب على مستوى الباخره وخرجات البحر باش نزيدوا نقووا المهارات ديالنا والتقنيات باش نتخرج ضابط صف على احسن وجه. انا فخور حيت وصلت لهذا المستوى هذا بفضل الخدمه العسكريه اللي خولت لي باش نوصل لهذه المرحله هذه. انا ماشي باغي نوقف في حد هذه الرتبه هذه، مازال باغي نطور راسي وندوز نحصل على بزاف ديال الشهادات. هذا هو الحلم ديالي والحلم ديال اي ضابط صف متابر باش يوصل رتبه الضابط في البحريه الملكيه. نتوما الشباب ديروا بحالي، بفضل الخدمه العسكريه غتعلم حرفه وغتعلم انضباط وغتعلم معقول اللي غيفيدوك في حياتك المهنيه وحتى في حياتك الشخصيه. الخدمة العسكرية مفخرة وطنية وآفاق واعدة.